اليوم ما كنخدمش. سبحان الله اليوم ما نخدم، ما قدرتش تقول لي يلا يلا نخرجوا يلا نمشيو عند ماماك لواحد. سبحان الله العظيم ديما كنقول لك يلا نخرجوا يلا نخرجوا، كتقول لي لا وهادي ما بغاش نخرج، ودابا جيتي حتى اليوم كتقول لي نخرج. واه ولكن انا اللي ما بغيت نخرج، انا نبقى باكا في الدار، انت كتمشي الخدمه كنبقى انا باكا بوحدي. جاك اليوم اللي بغيت نرتاح فيه ولا باش تخرجي انت؟ انت اصلا دائما مرتاح، انت كتجي من الخدمه مع 7 ما ترتاحش. شوف امرتيني الله يرضي عليك الله يرضي عليك، انا انت راكي عارفه انا كيدير، انت عارفه كنحشمك بزاف وكنجيك الرياح ما كن ما والو، بعض المرات تغوتي عليا و تنقول هاني ماشي مشكل، حنا بيناتنا ما بيناتناش باش العائله ما يسقوش الاخبار باش بنادم ما يدخلش بيناتنا. شوفي انا ندير لك واحد، شوف العشيه ان شاء الله نخرجوا نرتاح دابا في الصباح اليوم راه عندي راحه. انا ما بغاش نخرج في العشيه، بغا نخرج دابا. وعلاش زعما دابا؟ دابا انا بغيت نخرج في العشيه، انا ما مسالياش. انت ما عندكش الخروج، عليك شي حاجه اخرى غادي دابا، مالك دابا شنو مالك معايا ما فهمتش؟ كيفاش مالك؟ راه انت اللي ما عرفتش مالك، انا بغيت نخرج دابا، انا كنت بغيت نخرج دابا. وزعما حيت طيب معاك دير لي بحال هكا ولا شنو؟ نخلي لك الدار. وداوي قلبي وانا انا ود الحلايا يا 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 وانا رزقي حلال وانا هنا نشوف كي ندير. لا تلومونيش هادي ليك حبيبتي. بابا وخوتي يلا بالك باباك وخوتك، عيط لي راجلك. مالو داكشي اللي كديري راه ما عاجبنيش. مالي شنو كنتي لا ماما؟ ما عجبنيش هذاك الدري ولد الناس، غنجيك نيشان، شدي طريق مع راجلك راه ما غتلقايش بحالو. انا راه ما كندير لي والو، راه كيبقى يعصب فيا، كيبقى شايش هاد التليفون بارك تما. ما يمشيش التليفون ما يبركش، راه دارو راه ما حالو. انا راه ما عندي لا ولاد لا والو، مع من انتوانس هو اللي كيبقى. الله يهديك يا بنتي الله يهديك. راه الزوج راه ماشي بحالك، كيسحب لك التفليه، راكم تحت سقف واحد. شوفي انا في باكي فاش كنا عايشين، هو في كنت وانا في كنت، واش من نيتك؟ دير عقلك. ها هو جاب الله. السلام عليكم. اهلا 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 نسيتي. كيدايره وليدي لاباس عليك؟ كيدايره بخير لاباس عليك، كلشي مزيان. كتعاودش تبوس لها راسها؟ نبوسو لها راسها شحال عندنا؟ هذاك الراس الله يرضي عليك يا وليدي. شحال عندنا من نسيبه حنايا؟ مالك 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 كيدير هاد الحاله مالك؟ يلا دخل ندير، شد الحاله هادي شد العيشان. والله العظيم ما نسيبشي وربي شاهد عليه ورا فوق راسه، اي حاجه خاصها كنجيبها له، واي حاجه غير كتصون عليا في التليفون كتلقى 10 دقائق يبقى لي حدا الباب. انت كلشي وانا عارفاه، ما كنبغيش نخيب ليه. علاش؟ حيت نهار خديتها انا قلت لك والله حتى ان شاء الله فيها، واخا خدام خدمه على قد الحال وكلشي، ولكن كنحاول ان ندير شي حوايج باش هي تبقى على خاطرها. فيما كان جيت غوت عليا وكنقول لها والو وشي دابا تغوت عليا قدامك والله ما نجاوبها خالتي. غتلقاي بحالو؟ قولي لي واش غتلقاي بحالو؟ مش عارفه الرجال ديال دابا ما لقاوش باغي انت يتزوجوا، انت اللي مجوجه كرانتك راه باقي كيقولوا فلانه تزوجت وانا باقا بايره. ديري عقلك راه الرجال قلال بقاو سراول، ديري عقلك. شوفي خالتي موقع والو صافي هانيه، ماشي مشكله ديال مرتي على سنه الله ورسوله، راه باقا خبق ما درناش الدراري. المهم انا دابا انا والله قسما بالله خالتي، قسما بالله خالتي دابا انا شوف نقول انا وياه غير بجوج دابا كنقول كون زادوا الدراري ودرنا هذيك فين غنوليو خالتي، فين غنوليو؟ باقي هادشي باقي هي كاع ما عارفاه، ملي غتحملي وتجفي وتكرطي وديري كي غتوليو العصب ديال الحمل ماشي هو تدير دابا. ديري عقلك ديري عقلك، راه مشات فاتك غيضربك الخلا، غترجعي لي انا للدار ما ندخلكش غنقولها لك. لا حول ولا قوه. المهم خذي راحتك يا خالتي، ما سير ولدي انا راضي عليك، انا مفرشك بالرضا مغطيك بالرضا. دابا كتبقاي تقولي قدام هاد الهضره علاش؟ واش من نيتك؟ راه انا اللي مدريسي، انا اللي عارفه شنو هو. كيفاش مدريسي؟ شنو هي الكلمه هادي عاوتاني؟ صافي صافي ماما، اصلا انت كاع ما عاد فاهمها، ما تبقايش تقولي قدام هاد الهضره صافي. لا حول ولا قوه الا بالله، ودير عقلك دير عقلك، راه يمشي عليك ألف وحدة تمناه. أنا راه مليا والو بنيتي في هادشي، راه واحد شوية غنهز لعبتي ونمشي لداري. أنا راه تزوجت وكبرت ودرتكم، وانتوما ديرونا. الله هادشي راه بزاف عليا أنا، راه بزاف. شكون لا ساعة يعيط لي يقولي هضري مع بنتك؟ راه فيه ما يجي ندخل مك ويدخلك تمو، عينك مزرقة، راه ما كتعرفيش الزواج كي داير، كيسحابلك أنت الزواج وهذا. نوضي 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 جيبلي داكشي اللي بغيتي. ويلي الحب
شنو درتي فيا سهرتيني بكيتي عيني يا الحمد لله جيت يا ولدي لاباس عليك الحمد لله الحمد لله الله يحفظك عاودت لي ديك مسخوطه شنو كيوقع انا والله ما كنبغي نعاود لك هذيك النهار غير عيطت لك وصافي حيت طاق عليه الحال وصافي دير في بالك والو انا مزوجه في كدجن بحال مايتك اي حاجه دارت لك جي عندي راه اي حاجه كدوز على وجهك حيت انت النهار الاول اللي جيت عندك وطلبت الزواج وما رديتينيش واخا ما عندي والو ولكن الحمد لله دابا ربي يسر لي علاش كدير هكا انت ولد الناس هي باقا عقلها صغير باقا طايشه ما عندك شو هذا التليفون تيصوني وعندها هادوك الصحابات هما اللي خرجوا عليها خير صحابات والله راه الله بشحال وانا كنهضر معها الله يرضي عليك دير بوجهي انا راه مره نجي نطلع عليكم ونرجع لها عقلها حتى هي ما تلقاش بحالها راه هي راه عارف انا نهار كامل مقابله التليفون كنقول والو كنجي ما كنلقى لا غدا لا فطور كنقول هانيه ماشي مشكل نتعاون مع مرتي بعد مرتي كنوض كنجفف ليها تخيلي معايا انا نجفف انا مره نجي غنجمع لكم طيب وهذا ندير لي عقلها واش حنا نجي كبرتي باش نخدموا عليك نخدموا عليك لا شنو ندير اولا شنو ندير باقا عقلها طايش باقا عقلها طايش انت ما دير في بالك والو اخا هادشي وداك الراس سير اود انا راضي يعني انا راضي المهم يعني. رجعي عندنا ما تخبريش ما تخبريش انا ما تخلكوني هاني شي على وجهك والله ما نقول لها شي حاجه سير اود انا راضي يعني ندير بوصيتي مشكيل هادي واقع مهمتي ما عرفتش انا شنو غادي ندير والله هو يقول لك هاك تنقري هاك تنقري بحال انا تنجي وكنقر عبدو ما عرفتش انا دائما الروينه والسلمان وتشاب وحدي في الدار خاصو يجيب لي شي وحده تعاونني ماشي يبقى يقول لك هاك تنقري على والو صافي انا دابا غنفسر معاني انا على حالتي عبدو ما نيك لاباس كتصلي لا راه ساليت الصلاة شنو كاين او تسالي الصلاة لا راه ساليتش كي لاباس كاين شي حاجة بغيت نوي معاه اجي ريح شنو كاين ما كاين بلا ما نريح وتي ريح نيا ما ديما كدير بحالك شنو كاين شنو هاد صافي انا شي كامل طلع ليا في راسي صافي بغيت نطلق منك شنو صافي راك سمع شينا بغيت نطلق صافي واش نهار واش هادشي اللي كتقولي واش كدوي من عقلك ولا من قلبك ولا شنو كدوي متاكده وعارفه راسي شنو كنقول دابا انت بغيت تطلقي بغيت نطلق منك وعلاش صافي طلع لي هادشي كامل في راسي بلا ما نبقى داويه بزاف هادشي اللي كتقولي راه خطير نهار ما كاينش خا وانا عارفه راسي شنو هو باغا واش باغا تطلقي مني؟ مبقيتش بغيت نبقى معاك بقاي واقفة هنا نجي عندك ما قلتي عيب ما عرفتش فين غادي تاني يلا فين هو هذا عاوتاني بغا يعصبني وانا معصبة شنو نهال واش مازال متاكده شي اللي كتقولي متاكده ما تبقاش صافي انا كنقول الحاجه كاينه ما كايناش متاكده بغات تطلقي مني متاكده شي مشكل شنو هادشي شدي شنو هادشي واش كتفلى عليا ولا شنو هو نوض خرج عليا صافي انا بغيت نطلق منك واخا ماشي مشكل اللي بغيتي استغفرت الله العظيم استغفرت الله العظيم شنو درت مع انا شنو درت مع جدار مسكين هو ممكن خسر لي حتى شي حاجه وزيدها كنقول لي طلقني دابا انا حرمت عليه يا ربي اش غندير يا ربي تبقى معايا يا ربي مسكين ممكن خسر لي حتى شي حاجه انا اللي والله ما فهمتش عبدو حلو شنو بغيتي اش بغيتي كيفاش انت بغيتي يا عبدو اشنو بغيتي كلشي مطلعي كانوا مطلقين وكل يمشي بحرام عليه علاش جاي عندي دابا صافي
نهال واش كدوي هادشي كتقول تدوي من قلبك؟ لا عبدو كنت كندوي من قلبك عما غنبكي وكاع ما كنا باكا كنضحك ولا مشيت عند ماما. ولكن علاش تجررتي وطلبتي الطلاق علاش؟ سعد الغضب عبدو انا ما عرفتش راسي كيفاش قلت هذيك الهضره كامل. واش انت بصح ندمان على داكشي اللي قلتي؟ ندمان. انا راجل متسامح ولكن قولي واش ندمان على داكشي كتقولي؟ على بالك بلي راه حنا دابا ولينا محرومين على بعضياتنا ملي قلتي ليا راك انت مطلق مطلقني. عبدو راك عما خرجت من قلبي كون خرجت من قلبي ديك الساعه تكون محرم عليا. واخ ملي ماشي من قلبك ديك الورقه اللي عطاتك فين هي؟ ما عرفتش انا اصلا فين لحتها. واش قريتيها بعدا ولا ما قريتيهاش؟ لا كاع محليتها. وسيري جيبي لي الورقه قلبي عليها. وداوي قلبي وانا انا ود الحلايا ايال وانا رزقي حلال هو انا هنا نشوف كي ندير ما تلومونيش هادي ليك حبيبت ما تلومونيش هادي ليك حبيبت ويلي الحب اشنو درتي فيا سهرتيني شنو هادشي يا عبدو؟ هاد الورقة فيها كنز بيني وبينك. هاد الورقة فيها سر بيني وبينك. وهاد الورقة المهم مبغيتيش قرايا وغتعرفي علاش هاد الورقة عطيتها لك وخرج. طيب لنا شي طاجين باش يلاه سامحنا شحال هذا انا ما طيبش لك الطاجين نطيب لك كاع اللي عندي في الثلاجه يلاه سير الله يديك شنو نقول الله يديك حباب هاد القصه ليكم نتوما القصه الناس الحباب اللي كيزرب وكيطلق مرتو ولا هي اللي كتزرب كتقول لراجلها باغيه الطلاق بلاد ما يفكر دماغه ويفكر لقدام يفكر الاولاد اللي جايين يفكر بزاف ديال الحوايج حيت الحل ماشي هو هذا الحل هو انك تفكر بذكاء الحل هو انك توري لمرتك اللي كانت مرتك ما عندهاش عقل انت صوب لها عقلها ما تخليش بنادم يدخل بيناتكم وكنشكركم بزاف وما تنساوش واحد لايك وابوني والناس اللي عندهم شي قصه اخرى دوزوا عندنا الانستغرام تاعنا بيس ليك عبدو وانا الله يهديك يا بنت الله يهديك راه الزواج راه باقي بعيد عليك نسيت عاود 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 عاود